وينضم إلينا من الخرطوم أحمد خليل الكاتب الصحفي. سيد أحمد، يعني ما زالت الاتهامات متبادلة ما بين الجانبين بخرق الهدنة، فما هو الوضع على الأرض؟ الوضع على الارض طبعا احنا كنا نتمنى انه تستمر هذه الهدنه، لكن هنالك تهشيد يعني في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عناصر تنتمي الى الاخوان بعدم يعني التزام بالهدنه وعدم الذهاب الى الهدنه. يرون بانه لابد من حسم هذه المعركه ارضيا. الان هنالك يعني معركه دور في الحلفايه يعني في بحري شمال الخرطوم، هنالك يعني ضرب بالطيران. طبعا الاتهامات ما بين الطرفين، لانه الهدنه يعني الى الان لم تشكل لها اليه لمراقبه الهدنه. اي هدنه لابد ان يكون هنالك اليه لمراقبه الهدنه وتقسيم المهام في هذه الاليه، حتى يتسنى يعني مثل هذه الاتهامات ان يتم التاكد من الذي بدا. ما يهمنا في ذلك ليس بداية من الذي بدأ والاتهامات، ولكن نتمنى من الطرفين أن يلتزما بالهدنة طالما أعلنا بهذه الهدنة، وأن ينزلوا هذه القرارات إلى جنودهم على الأرض حتى يتم فتح المسارات الآمنة ويتم إجلاء كثير من الجرحى وكثير من الجثث، ويتم ضبط هذه القوات من قبل مرؤوسيهم. ولكن ان يتم اعلان الهدنه يعني هذا يفرق هذه الهدنه من محتواها، هو اصلا الصيغه بين الطرفين ما موجوده، فبالتالي واحده من الاشياء الاساسيه انه هذه الحرب حقيقه يعني بهذه الوضع هي لا يستفيد منها الشعب السوداني ولا المواطن السوداني، الذين يعني يشعلون او يزيدون اشعال الحرب عبر الاعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتحملون مسؤوليه حقيقه اخلاقيه كبيره، يعني على السودانيين ان 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 ان, أن يلجؤوا او يعني يتجهوا يعني خفض التوتر ما بين الطرفين وايقاف قتل الشعب السوداني في هذه الظروف في هذه الايام. يعني هل هناك طرف يمكنه اجبار طرفي النزاع على اما اعلان هدنه او وقف شامل لاطلاق النار؟ انا اتمنى ان يكون هنالك طرف يعني طرف يستطيع ان يعني يجبر احد الطرفين للهدنه او اجباري على وقف اطلاق النار، لكن حتى الدخول القوي للولايات المتحده وتصريح وزير خارجيه امريكا يعني يبدو انه في البدايه كان هذا التصريح قوي، يمكن ان يكون هنالك التزام به، ولكن هو يمكن ان يكون هنالك التزام، لكن السؤال الان المطروح هل قياده الجيش هي قياده واحده؟ لانه هنالك تباين في التصريحات، هنالك تباين في البيانات، بيانات القياده قياده الجيش. نتمنى ان يكون هنالك موقف واحد تجاه هذه القضيه، قضيه وقف اطلاق النار ووقف الهدنه، ومن ثم يعني نذهب لي يعني هو الموضوع ما موضوع هنالك طرف يستطيع ان يجبر، يعني لو اصلا هنالك طرف ثاني يستطيع ان يجبر كان يعني تم يعني لم يلجا الطرفان الى الحرب. طبعا واحده من الاخطاء يعني يمكن ان نذكرها يعني انه يعني المجتمع الدولي تعامل مع انقلاب 25 اكتوبر بشكل بي 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 يعني تهاود مع هذا الانقلاب، لم يكن هنالك يعني بعد ما تم الانقلاب على حكومه الفتره الانتقاليه راينا انه يعني هؤلاء ظلوا هم الفاعلين الرئيسيين في المشهد السياسي، وهم الان كانوا جزء من الاتفاق الايطالي، ولكن يبدو انهم هم الاثنين يعني الاثنان هم يعني غير جديرين بقيادة السودان وقيادة الجيش السوداني، لأنه موضوع الحديث عن جيش ودعم سريع وقوات أخرى حديث تجاوزه الزمن، لأنه الآن هذه الحرب أفرزت واقع جديد اللي هو لابد أن سيتمسك السودانيين بجيش واحد بعدم وجود أي جيوش أخرى في السودان، والعمل والضغط على أن يكون هنالك جيش واحد في السودان. إذن سيد أحمد خليل الكاتب الصحفي من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.